بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بإذن الله هنبدأ نتكلم على فوائد تمر أو البلح بالنسبة للسيدات الحوامل. أولا بيكون مضاد للأنيميا لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من معدن الحديد، بيقي من الإجهاض لأنه هو بيحتوي على حمض الفوليك اللي بيقلل من فرص تعرض الحامل للإجهاض والولادة المبكرة، بيعتبر ملين طبيعي، بيقلل من فرص الإمساك أثناء الحمل. تقوية العظام بيلعب دور كبير جدا في تقوية العظام لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الكالسيوم. مصدر للطاقة لأنه بيساعد على مقاومة الشعور بالتعب والإرهاق أثناء الحمل لاحتوائه على الكربوهيدرات اللي بتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وبيسهل من عملية الولادة الطبيعية. طب الأضرار بتاعته ممكن يسبب إيه؟ التمر البلح ممكن يؤدي إلى الإصابة بسكر الحمل، ممكن يؤدي لتسوس الأسنان، ممكن يسبب عندي الحساسية في حالات نادرة.